وجدت الدول المغرب العربي في تقنية تحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض حلاً لمواجهة أزمة ندرة المياه، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة. فبعد أن تقلص تساقط الأمطار حتى في فصل الشتاء، توجه الفلاحون نحو هذه التقنيات لضمان الأمن المائي وسد حاجات الزراعة. في المقابل، تتعرض تقنية تحلية المياه باستمرار لعدة انتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، ومن ثم تؤثر سلباً على البيئة، حيث تمثل الطاقة نحو 40% من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب. ولذلك يتم دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة. في تونس تعالج 125 محطة نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي، وهناك 15 محطة تسهم في استخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها ب 6% من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد، فيما تعمل السلطات على مخطط لزيادة هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي السياق ذاته، اتخذت باقي دول المغرب خطوات لافتة في مجال البحث عن موارد مائية غير تقليدية، حيث تبدو الجزائر الأفضل وضعاً كونها بلداً منتجاً للطاقة، كما تستغل 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنوياً، وتعمل على إنشاء 14 محطة أخرى لإنتاج 2 مليار متر مكعب في عام 2030. ولا تختلف الصورة كثيراً في المغرب الذي تضرر بشدة العام الماضي من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بتراجع كبير في هطول الأمطار، إذ بلغ معدل ملء السدود 32.4% وفقاً للأرقام الرسمية. وفي ليبيا يبدو الوضع الأصعب بين جيرانها منذ 2011، فقد كان البلد ذو المناخ الصحراوي رائداً في إنشاء مشروع النهر الصناعي العظيم منذ مطلع الثمانينيات لضخ المياه من 1300 بئر من جنوب البلاد إلى شمالها، إلا أن غالبية مصانع التحلية باتت خارج الخدمة اليوم.